نتحدث عن الزراعة واستثمارها وكيفية تطويرها مع المهندس الزراعي محمد جاسم الطيار مدير دائرة زراعة محافظة كربلاء. أهلا وسهلا بك أستاذ، شرفتنا. أهلا وسهلا بكم أستاذ، وصباح الخير عليكم وعلى قناة كربلاء الفضائية، قناة كل العراقيين والقناة المتابعة من أكثر الناس والمحبة على قلوب أهالي كربلاء. أهلا وسهلا بك، الله يخليك. بصراحة مع الظروف اللي موجودة ودا نعيشها، وكثير من الناس دا تحول الأراضي الزراعية إلى بنايات ولا استثمارات، ودا يصير يمكن أنتم تتألمون لأن تحبون هذا الجانب. نبدأ بسؤال، أنه كيفية الاستثمار بهذا المجال، كيفية العمل، كيفية الحفاظ على الإنتاج الزراعي؟ طبعا يعني الموضوع كلش مهم، اللي موضوع اللي أشرت له والاستثمار الزراعي. بدأ طبعا الاستثمار الزراعي هو اللي ينهض بالقطاع الزراعي. وقانون الاستثمار الزراعي اللي موجود، قانون الاستثمار نفسه يتيح بالاستثمار الأراضي الزراعية. ونحن في مديرية زراعة كربلاء خصصنا تقريبا مساحة أكثر من 320 ألف دونم، عرضناها فرص استثمارية وأحيلت هذه الفرص الاستثمارية. تقريبا لدينا أكثر من 67 فرصة استثمارية أحيلت. لكن إجراءات الاستثمار بصراحة لم ترتقي إلى المستوى اللي ممكن، أن مستوى طموحنا. رغم أنه هنالك يعني تقدم في استغلال الأراضي الزراعية وارتفاع الغلة الإنتاجية للدونم الواحد باستخدام الطرق الحديثة، لكن نأمل أن يكون هناك تقليل بالروتين اللي موجود بمنح الفرص الاستثمارية. جميل. يعني على سبيل المثال نحن لدينا 67 فرصة استثمارية رشحت، منها فقط 18 فرصة استثمارية أحيلت إجازات استثمارية، وتسعة فقط أبرمت عقود لحد الآن. السبب طبعا يعود إلى الروتين القاتل اللي موجود. هو روتين طبعا وضع وفق الضوابط القانونية، هي روتينية، ونتمنى أن يتخلصون منها روتين موافقات الدوائر. هذه الموافقات الدوائر طبعا أكثر من 14 دائرة تطلبها هيئة الاستثمار حتى تنمنح الفرصة الاستثمارية ويبرم العقد. 14 دائرة؟ أي أكثر من 14 دائرة بس الرقم. طبعا هذا الموضوع يعني طارد للمستثمرين بصراحة، لكن بحمد الله احنا في كربلاء تقريبا لدينا كل المساحة استغلت، يعني أحيلت فرص، رشحت فرص استثمار، لا توجد لدينا فرصة استثمارية ضمن الخارطة الاستثمارية للزراعة. لدينا يعني توسع شاسع في استغلال الأراضي الصحراوية، بالذات في كربلاء فقط الأراضي الزراعية هي المناطق الصحراوية الآن. طيب هسه من ناحية المستثمر، يعني نتحدث بصراحة، يعني كل هذه العقبات او هذا التاخير او هذا الروتين، هسه شنو اللي هو يعني يفكر به؟ يعني ما راح يكون عنده دافع حتى يستثمر زراعيا، ام هل هناك يعني على المستقبل القريب، او هل هناك اليه حتى يعمل به المستثمر؟ لا طبعا الاستثمار الزراعي هو استثمار مربح وفق المعطيات الموجوده والدعم الحكومي اللي موجود حاليا، هو استثمار مربح. وكل اللي استثمر بالقطاع الزراعي بصراحه هم مستثمرين اصحاب رؤوس الاموال، هي كلهم من الداخل. ما عندنا مستثمر لحد الان في القطاع الزراعي بما يخص استثماراتنا الزراعيه من الخارج. استغلوا الاراضي الزراعيه باستغلال امثل، استخدموا تقنيات الري الحديثه. المستثمر طبعا يعني يشاهد العمليات الزراعه والتجهيز لها والدعم. زميلنا المخرج مع كلام حضرتك، نعم نكمل عفوا. طبعا احنا قبل وقت قريب جدا يعني بسنين قليله، يعني صحراء كربلاء كانت ما مزروعه، صحراء قاحله. الان لدينا فقط انتاج الحنطه واستغلال الاراضي من الحنطه. في الموسم السابق سوقت محافظه كربلاء 143 الف طن من الحنطه، رقم طبعا رقم كلش فارق بين السنوات السابقة، أكثر من زيادة عن السنة قبل أكثر من 50 ألف طن. هذا طبعا شجع كل المستثمرين أنه يدخلون في هذا القطاع. لدينا الآن إن شاء الله موسم رائع جدا نتوقعه، ونصل إلى إنتاجية أكثر من 200 ألف طن توقعاتنا بالحنطة. احنا طبعا من العام الماضي حققنا الاكتفاء الذاتي لمحافظة كربلاء المقدسة. هذا الموسم هذا على مستوى الحنطة طبعا. المحصول الرئيسي اللي ممكن يستثمرون به ويربحون به بقطاع الانتاج النباتي طبعا. لدينا بالزراعة انتاج نبات وانتاج حيواني.
المحصول هو الحنطه اللي ممكن هو محصول استراتيجي ويحقق امن غذائي وامن قومي على مستوى البلد. لان تعرف انت من ما تحتاج الاستيراد عندك فد قوه حتى يعني امن اقتصادي وحتى امن وطني تحس بامان فيه. ونحن جادين طبعا في دعم المستثمرين وما تنهض الزراعه بصراحه الا من خلال الاستثمار الزراعي والمستثمرين ودخول اصحاب رؤوس الاموال. احسنت. بس احنا دائما نقول الحكومه في اي دوله يعني هي مثل الاب، هي الراعي لكل شيء، هي اللي توجه، هي اللي تخطط، هي اللي تدعم. فهل هناك دعم خاص من الحكومه لهكذا مشاريع او لهكذا استثمار؟ الحكومة طبعا نظامين بالدعم، القطاع الزراعي اما دعم المستلزمات او دعم المخرجات هي المنتوج النهائي. جيد. ساعد طبعا الحكومة بوجود دولة رئيس الوزراء الاستاذ محمد شاع السوداني. نعم. واحنا نفتخر به، هو مهندس زراعي زميل لنا. نعم. سعى الى انه يكون دعم المخرجات بسعر المنتوج النهائي، حتى يعني هي طبعا يعني أنظمة اقتصادية، وأنا مع دعم المخرجات لكن مع الحفاظ على صغار المزارعين بدعمهم المستلزمات الزراعية، لأن دعم المخرجات يخدم المستثمرين. ممكن شرح دعم المخرجات شلون الطريقة يعني؟ حتى يعني دعم المنتوج النهائي، عذرا يعني هذا نعم. هو مصطلح اقتصادي يعني نعم. معروف عنه، بس هو دعم المنتوج النهائي. أنا اليوم سعر الحنطة وصل 850 ألف طن نعم. والسنة متوقعين زيادة به، هذا السعر هو مربح بقياس بتكاليف الانتاج، فيدخل المستثمر ما يحتاج انه الدعمه بالمستلزمات اللي هي الاسمده ما يحتاج، يقول لك انا بس انطيني مجال انه انا استورد. طبعا المستثمر عنده فرصه يستفاد من الفرصه الاستثماريه، هو معفي من الضرائب. جميل. يعني يدخل الالات، المعدات الزراعيه، الاسمده، هو معفي من الضرائب على الاجازه الاستثماريه. فيقول انا ما عندي مشكله، وهذا طبعا يعني برايي جيد جدا. فذهبوا المستثمرين باستغلال الاراضي على ضمان انه سعر المنتوج النهائي هو مربح، وبالفعل هو مربح. نعم. لذلك استغلت كل اراضي كربلاء، والان منافس على اراضي كربلاء بحيث وصلت مزارعينا الى حدود محافظه الانبار. صح. الكل مزروعه. صحيح. لكن اكو تحديات ومعوقات شويه تحد من بصراحه. وهذا كان سؤالي، انه مع الظروف اللي موجوده مثلا يعني مثل ما ذكرت حضرتك الروتين او ممكن قله الدعم او بعد الاليات بعدها ما ثبتت بشكل صحيح، هل يؤثر قضيه الاجواء، قضيه الحروب، قضيه المشاكل اللي مر بها العراق، هل تاثر على المحصول الزراعي، قضيه حتى التنافس ما بين الشركات ممكن الخارجيه والداخليه بشكل عام؟ يعني التحديات طبعا بالعراق موجوده، وكل العالم اكو تحديات بس يتجاوزوها. نعم. احنا التحدي الاول اللي عندنا هو المياه. كل الأراضي الصحراوية لدينا لاستثمارها هي المياه الجوفية. دارة المياه الجوفية اللي موجودة فرع كربلاء. طبعا وزارة الموارد المائية الكل يعرفها، وزارة سيادية تعي خطورة الأزمة المائية وتحدد المساحات اللي تنزرع وعدد الآبار. وأعتقد يعني مو كل الناس تقدر تأخذ حاليا تحصل على موافقة حفر الآبار لأسباب طبعا أسباب فنية. نعم. بصراحة يعني أكو مخاوف أنه أزمة المياه، لكن احنا ننتظر رحمة رب العالمين. الآن الأمطار ما شاء الله أكيد يعني البارحة بتصريح مع الوزير الموارد المائية، احنا عندنا أكثر يعني بهاي الأمطار 5 مليار متر مكعب وصل تقريبا الخزين أنظار. الحمد لله. إيه الحمد لله رب العالمين. نعم. فهذه التحديات هو على الآبار، الآبار طبعا وفق إجازات رسمية. بكربلاء اقدر اجزم انه ما عندنا مشكله، الكل متعاون ويانا، الدوائر القطاعيه الاخرى اللي هي التجهيزات الزراعيه، الموارد المائيه، الكل تعاونت مع الزراعه للنهوض بالقطاع الزراعي. نعم. طبعا نستبشر خير بقطاعنا الزراعي، فقط لدينا مشكله بسيطه بتغيير القوانين الزراعيه اللي تستثمر لزراعه الصحراء اللي هي قانون 35 المتعاقدين عليه. لدينا مشكله في كربلاء، احنا ساعين على انه ندخل به نخلي به زراعه الاشجار والنخيل تعويضا للاشجار والنخيل اللي تجرف على حساب توسع التصميم الاساسي لمدينه كربلاء. نعم. لان تعرف مدينه كربلاء توسع التصميم الاساسي لثلاث مرات. نعم. اخذ اكثر من 20 ألف دونم من الاراضي الزراعيه. حتى كثير من الناس بدا يشيل قاعه، يشيل مزرعته ويسوي مول ويسوي محلات ويسوي بيوت.
هاي هم تأثر أكيد يعني. يعني وهذا نتائج طبيعي للأمن في كربلاء أولاً، الاستقرار، العمل اللي موجود في كربلاء، فرص عمل موجودة. بس إن شاء الله تعوضون يعني التقدم في كربلاء. أنا طبعاً كمختص ما عندي مخاوف من تعويض الأشجار والنخيل اللي جرف، لكن عندي مخاوف بسيطة، وطبعاً اللي هي إنه اللي بده يصير التفتيت الأراضي بشكل غير منظم، خارج التصميم، خارج التخطيط العمراني، خارج من خلال قناتكم. ندعو طبعاً اللي دوارنا، وهي دوارنا فعالة، ومحافظتنا إن شاء الله كحكومة محلية هم ساعية لإظهار كربلاء بالشكل الأجمل إن شاء الله والأروع، بتعاون مع عتباتنا المقدسة. نحتاج تصاميم للناس اللي دخلت داخل حدود البلدية، وبالذات البساتين. المناطق اللي دخلت داخل حدود البلدية بالتصميم السكني ولا ما عندنا مشكلة بيها، لكن بالبساتين اللي دخلت داخل التصميم نحتاج لها تخطيط عمراني حتى تقدرون تساعدوهم، حتى يليق موازن الصير، يليق بشكل كربلاء. انا من الناحيه الزراعيه طبعا يعني هذه مخالفات تعادل تجريف، ولحد الان احنا نقيم دعاوى، لكن كانتاج زراعي حتى كلام لا يفسر، كانتاج زراعي ما عندي مخاوف من الانتاج. انا ممكن اعوضه بخطه خمسيه عشريه، اعيد بساتين كربلاء واشجار كربلاء اذا ما تعاونت معنا الوزارات السياديه والحكومه المحليه متعاونه معنا دائما. جيد. طيب احنا حضرتك ذكرت موضوع المياه، ودائما تصير بين فتره وفتره، وخاصه بهيك اجواء او الصيف او الشتاء والامطار، دائما تطلع يعني اشاعات مي ماكو، دجله نزل، الفرات انتهى، بعد ماكو مي. فحتى من المعلومه اللي حضرتك ذكرتها، هل نطمئن انه هناك فائض، او احنا مستعدين، او هناك امكانيه كبيره، او المياه متوفره؟ لا طبعا، مخاوف المياه مو بس بالعراق، تعرف التغيير المناخي اللي دا يصير، وحكومتنا يعني بهذا الموضوع محقة بالمخاوف. لازم تأمن المياه، أولا المياه الصالحة للشرب، ومياه الزراعة اللي موجودة. احنا طبعا نستخدم الطرق الحديثة جدا لكربلاء الأولى بكل فخر نقولها. احنا لدينا أكثر من 2000 مرشة محورية اللي هي تستخدم تقنن استخدام المياه. إذا ما قررنا مساحة كربلاء بأي محافظة أخرى، احنا مساحتنا يعني تصل إلى يعني 20% من مساحات المحافظات الزراعية الكبيرة. لا. لا. ونحن لدينا أكثر مرشات في محافظة كربلاء، يعني المحافظة الأولى اللي تستخدم تقنيات الري الحديثة والتقنين المياه. هذا طبعا يعني أشادت به كل الوزارات، وزارة الزراعة وزارة الموارد المائية، مشكورين طبعا، مزارعينا مشكورين ان يلتزمون بكل التعليمات. احنا ما نبرم عقد حاليا الا نفرض عليه انه يستخدم الطرق الحديثه بالتقنين المياه. احسنتم. فمخاوف الحكومه محقين بهذا الشيء. لازم. احسنتم. المهندس الزراعي محمد جاسم الطيار، مدير دائره زراعه محافظه كربلاء، شكرا لك ولحضورك ولكل المعلومات اللي تفضلت بها. شكرا لك. شكرا لكم، وشكرا لاتاحه الفرصه لتوضيح قطاع الاستثمار الزراعي، وان شاء الله أتمنى لكم كل التوفيق، ومن إبداع إلى تألق أكثر في قناة كربلاء. موفقين إن شاء الله. شكرا لكم. شكرا.